أنعم بمن كان الكتاب أنيسها، تتلوه بالآصال والإبكار، ترجو لقاء الله حين ندائه. اقرأ ورتل وارتقي يا قاري. سلام عليكم، سلام إليكم، سلام للمؤمنين، تحية ود أتانا بها خير الدين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بنات قارئات. أهلا وسهلا بما تشدو النفوس وقد لاحت برائقها بشرا وأفراحا، فالكل يعزفها نغما وينشدها لحنا وينثرها في الكون أفصاصا. ونستضيف في حلقتنا اليوم الأستاذة الفاضلة ميمونة متبابة. أهلا بك أستاذ. ومجموعة من القارئات اللواتي سيثرين عليكم تلاوات عطرة من كتاب الله العزيز. وخير بداية لكل بداية آيات عطرة من كتاب الله، من كتاب المنان سبحانه وتعالى، تتلوها على مسامعكم القارئة توتو مثل مرابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت لازفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. لا شك أنكم استمعتم إلى هذه التلاوة، ما هو تعليقك عليها أستاذ؟
بارك الله فيك طالبة وطو، ما شاء الله كانت قراءة طيبة جيدة، جيد فيها اتباع لإمالة التقليل عند ورش، كونها كانت تقليلها جيد فالكثير لا يفرق بين إمالة التقليل والإمالة الكبرى في الورش، ليس عنده من الإمالة الكبرى إلا كلمة واحدة هي طاهة، وغيرها من الإمالات كلها إمالة التقليل كانت تقليلها كان جيد. أيضا مد البدل عند ورش فيه خيار بين حركتين وأربع حركات وست حركات، لكن في الجلسة القرآنية الواحدة جلسة القراءة ينبغي أن يضبط في أول مد جاء للقارئ والقارئة ينبغي أن يضبط به بقدره باقي المدود، فأول مد جاءها هو يجزي الذين أساءوا مد البدل مدته أربع حركات، ينبغي أن تضبط بتلك أربع حركات تضبط بها كل المدود حيث لك عاد الأولى وغيرها من المدود البدل، ينبغي أن تضبط بأول مد حتى تنتهي تلك الجلسة. وبارك الله فيها ما شاء الله قراءة طيبة. شكرا مستعارتك. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود، شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. ونبقى مع القارئة مريم الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ينبغي أن تقفي على التنفس، لا يكون عند الحركة، إذا ضاق النفس ينبغي أن يوقف على الساكن، يقول لصاحبه لا تحزن، يقول لصاحبه وتتنفسي وتعودي، يقول لصاحبه لا تحزن، يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة
ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. بارك الله فيك أستاذة، ما هو تعليقك على الكلام؟ ما شاء الله بارك الله في البنت مريم. البنت عندها قصور نبس، نعم عندها هذا بالتعود والمراس يزول ان شاء الله. احكام التجويد العامه ينقصها فقط التعود وطول الممارسه على التجويد، ولكن ما شاء الله لباس جميل. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ونبقى مع القارئ نن من سدلمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها فلم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم تردي لم تبدأي بمد البدل لا قصرت البدل استقبلها ينبغي أن تقصريها كم قصرتي. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول حافين ست حركات وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله استمعت عليك وكانت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك تبارك الله كانت قراءة جيدة تتجمد بالأحكام العامة وما لم انتبهت وما انتبهت له نبهتها عليه أثناء القراءة وهو أن البدلة تجوز فيه ثلاث حالات القصر والتوسط والطول ما لم يبدأ القارئ بواحدة منها في قراءة جلسة قراءة القرآن كانت ما شاء الله قراءة جيدة انتبهت لمخارج الحروف وانتبهت لإشباع الحركات وكانت جزاك الله خيرا. هو حبل ربي للوجود جميعه جمع الأمور وصاغ كل بيان هو قول حق غير ذي عوج أتى أنعم به قد جاء من منان. والآن ننتقل بكم من فقرة القرآن الكريم إلى فقرة الأنظام نبقى مع الطالبة نسي بنت الشيخ. من خاف خوفا داعيا تيمما بغسل موضع بمسح عمامة كمسح ما بالغسل لا ينضر لكن لضر غيره يجر إن شق مس وجه أو كف غاسل فرم وإن شق سواه ما بهل كذاك أو يجمع ماء ودارا ويتيمم أو يتكاثر. استمعت عليك على هذا النظم. إذا جزا الله خيرا البنت هذا كان عن فصل المسح على الجبيرة من نظر الكفاف من خاف خوفا داعيا تيمم بغسل موضع بمسح عمامة أن الإنسان إذا كانت فيه قروح أو كانت فيه جروح يخاف باستعمال الماء خوفا يستدعي تيممه ويبيح له التيمم وهو خوف المؤكد على الخوف من زيادة المرض أو تأخر المرض أو حدوث مرض جديد أو ظن ذلك ظنا قويا أو إخبار طبيب به فإنه لا ينتقل مباشرة إلى الماء إلى التراب وإنما يضع جبيرة على العضو الذي فيه الألم ويمسح على تلك الجبيرة ويغسل بقية الأعضاء ويجوز وضع هذه الجبيرة حتى ولو خارج المكان الذي يؤلم إذا كان يتأثر المكان الذي لا يؤلم يتأثر بغسله المكان المؤلم فإذا كانت مثلا الجرح في أصبعه وبغسله ليده التي ليس فيها الجرح يتأثر الجرح وبغسله لقدمه أو غسل العضو الذي لا يتأثر بالغسل موضع الألم فإنه يجوز له أن يضع جبيرة على تلك على ذلك الموضع الذي يتأثر منه الجرح ويغسل بقية الأعضاء. وفي ختام حلقتنا نشكركم على حسن متابعتكم على الود لقيناكم وعلى مثله نودعكم إلى أن نلتقي في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنعم بمن كان الكتاب أنيسها تتلوه بالآصال والإبكار ترجو لقاء الله حين ندائه اقرأ ورتل وارتقي يا قارئ.